الآن جاء موعدنا مع الوقفة الاقتصادية لنشرة السادسة، أهم أنباء الاقتصاد، وفاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا ليلى، شكرا أدا، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة للتيسير على المواطنين والمطورين والمستثمرين في قطاع الصناعة، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة مصطفى مدبولي على الضوابط العامة التي تسمح للهيئة العامة للتنمية الصناعية إما بإلغاء أو خفض غرامات التأخير أو تطبيق آلية للتسوية، وذلك حال وجود عوائق أو صعوبات خارج قدرات المطور الصناعي أو منفذ المشروع تكون قد أثرت على البرنامج الزمني للتنفيذ. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة جهود دعم وتنمية قطاع الصادرات المصرية. تناول الاجتماع جهود دعم وتنمية الصادرات، وذلك بما يسهم في تعميق الصناعة الوطنية في مختلف المجالات، وكذا تعزيز النفاذ إلى العديد من الأسواق العالمية المستهدفة. وخلال الاجتماع تم التأكيد على أهمية زيادة نسبة المكون المحلي في العديد من الصناعات، وفتح المجال لفرص الاستثمارات في إنتاج المكونات والمدخلات المطلوبة لقطاع الصناعة المصرية، وكذا الاهتمام بمجال الصناعات التكنولوجية. في سوق المال أنهت البورصة المصرية التعاملات على صعود جماعي وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي للبورصة نحو 29 مليار و300 مليون جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، ليغلق عند مستوى 1082 تريليون و200 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إي جي إكس 30 بنسبة 2.13% ليغلق عند مستوى 16791 نقطة. صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 3031 نقطة. سجل مؤشر إي جي إكس 100 صعودا بنحو 1.71% ليغلق عند مستوى 4534 نقطة. تراجعت الأسهم الأوروبية، حيث أثرت النتائج الضعيفة لشركة مايكروسوفت الأمريكية العملاقة للبرامج على قطاع التكنولوجيا الأوسع. نجحت مؤشرات في تحسين الآفاق الاقتصادية لمنطقة اليورو في تغذية المخاوف بشأن المزيد من رفع أسعار الفائدة، وانخفض المؤشر ستوكس الأوروبي بنسبة 3% مسجلا تراجعا لليوم الثاني، وكانت أسهم قطاعي التكنولوجيا والاتصالات الأكثر هبوطا. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لليلى وأداء لاستكمال ما تبقى من السادسة. شكرا لك فاطمة.